اللي معنا اليوم من أجود أنواع ورق العنب في المنطقة كلها. بما أن منتجنا ورق العنب راح أحضر لكم فتة الكبيبة الحيلية. راح نستخدم الرز، راح نضيف الكمية كاملة، ملعقة صغيرة الكركم، الكزبرة راح نزيدها شوي خليها بملعقتين، والكمون ملعقة كمان. راح نحط شوية صغار حايل فلفل أسود، راح نزيد عليها طماطم. طبعا الطماطم عندي مفرومة فرم ناعم، راح نحط عليها ليمون تعطينا شوية حموضة. كمان راح نضيف عليها شوية زيت زيتون. خلنا ناخذ شوي من البصل الأخضر نفرمها فرم ناعم. أهم شيء دائما احنا نقطع ننتبه على أصابعنا. راح ناخذ كذا كمية نكورها على بعض عشان ينفرم معي بشكل أسرع وأسهل. بعد نبدأ بالفرم، ناخذ كمية من الشبت راح نلفها بالشكل هذا، نبدأ نفرمها، نبدأ نخلط. عاد أنا الملح ما حطيت كثير، خلنا نزيد شوي. راح أشتغل في المرق اللي راح أطبخ فيه ورق العنب. هنا عندي على نار هادية راح نحط شوية زيت، راح ننزل عليه معجون الطماطم، نحط تقريبا مقدار ملعقتين صغيرة وبخليه على نار هادية، وراح أنزل عليه التمر الهندي. بعدين راح ناخذ مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة نحطها في النص، راح نبدأ نلف. هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إذا عندي شيء زايد نغطيه كذا ونقلبها. كيف طلع معي شيء بشكل خماسي؟ الحين وحنا قاعدين نلف بس نبغى نحط الستوك، نبغى نكمل المرقة تكون جاهزة معي عساس أول ما نخلص اللف بنطبخ الكبيبة يعني على طول. طبعا تشوح معي المعجون الطماطم مع معجون التمر الهندي، راح ننزل عليه بمرقة اللحم، وكمان راح ننزل عليه عصير ليمون شوي. راح نزيد المرقة عشان نتأكد، حلو يكون مرقة عندك زايدة دائما، لأن لما نطبخ الكبيبة أحيانا بتشرب من المرقة ونضطر نزيد. الستوك أو المرق مو مملح عندي، فراح أضيف عليه شوية ملح وخلاص، بخليه على نار هادية يطبخ على راحته. بالأثناء هذه راح أكمل لف الكبيبة بالكامل. والحين أتوقع صار معي كمية كافية، راح نبدأ نرصها في القدر اللي بنطبخها. والحين دائما نبدأ الرص، دائما لما نبدأ الرص المكان اللي سكرنا منه بنخليه تحت. راح أطفي على الستوك اللي هي المرق، وراح أحط القدر كذا، راح أحط الغطاء وراح أبدأ أنزل ستوك بشويش. راح نبدأ بعدها الحين نحضر صوص الفتة. دائما الزبادي من العلبة لما نفكها يجي معها موية، راح أحطها كلها. راح نحط عليها طحينية ملعقتين كبار، دي لازم نحط معها ليمون، عصير ليمون. ضيف بهاراتها على حسب الرغبة، أنا راح أحط رشة ملح، شوية كمون، دائما الطحينية تحب الكمون. خلاص صارت معي جاهزة. عندي طماطم راح استخدمها في الجارنش، راح احضرها. راح ابدا اقطع الطماطم الكرزية اللي عندي راح استخدمها في الجارنش. هنا الزيت تقريبا بدا يحتمي، راح انزل عليه الطماطم. هذه رشة ملح، رشة فلفل اسود، حالك مكونات سوا. الحين راح نطفي النار على كل شيء ونبدا نجهز الفتة اللي عندي. هنا عندي حول تقريبا 10 او 12 حبه، راح اقطع نص الكميه ونصها اخليها كامله. بعدين كذا كل شيء حيكون معي جاهز، وراح نبدا صحن التقديم. او ثنتين كامله، يعني في كل صحن تقريبا نستخدم 10 الى 12 حبه. راح نعطيها رشه صرار حايل. يعني عندي سنوبر محمص، نحط شويه بقدونس. آخر شيء راح نحط الطماطم. زيت الزيتون اللي عليه بهارات وملح راح أصبه عليه من فوق. أحلى فتة ورق عنب حيلية راح تأكلوها في حياتكم.